الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين تزداد يوما بعد يوم أمام صمة الدول التي تتبنى حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والتعتيم الإعلامي الكبير. لذا تستغل الحكومة التركية المتمثلة برئيسها أردوغان ومرتزقته هذه الظروف للقيام بحملات المداهمة والخطف والقتل والاعتقال، بالإضافة إلى عمليات النهب والسلب للممتلكات. فكان للمرأة النصيب الأوفر من هذه الأفعال القبيحة التي ترتقي إلى جرائم حرب. فقد عمدت دولة الاحتلال التركي إلى استهداف المرأة منذ بداية هجماتها واحتلالها لمدينة عفرين وحتى هذه اللحظة بالممارسات اللا أخلاقية. وبالتأكيد فإن هذا الاستهداف يعبر عن ضعف الاحتلال التركي أمام إرادة المرأة الحرة داخل عفرين، فوضع النساء في أسوأ الحالات حيث استخدم العنف المباشر المتمثل بالقتل والاغتصاب والإتجار بالنساء والاقتطاف، حيث كان العدد يزداد يوما بعد يوم. وهناك العديد من النساء اللواتي يتعرضن للانتهاكات ولم يتم الكشف عنهن بعد، ويتم اعتقال واحتجاز عدد منهن في سجون الاحتلال ومرتزقته لسنوات عديدة بعد احتلال عفرين. خلال 5 سنوات تم اختطاف 1100 امرأة وبينهما 300 بينهما مصيرهما مجهول، ولا يوجد أي خبر عنهن. وهذا ليس بالجديد على الدولة التركية. الطريقة الوحشية التي قتل فيها مرتزقة الاحتلال التركي المقاتلة بارين كوباني والتمثيل بجثتها لن تغيب عن ذاكرة أي أحد. وقتل المرأة السياسية هيفرين خلف، سياسة القتل والاستهداف مستمرة حتى هذا اليوم. وحسب المعلومات الواردة من قلب عفرين المحتلة، صدر قرار من محكمة العدالة التابعة للفاشية التركية ومرتزقته قرار إعدام بحق امرأة تسمى كوثر محمد، وإعطاء حكم العقوبات المشددة من 7 إلى 15 سنة ل9 نساء أخريات. مع العلم إنهن يقبعن في سجون الاحتلال منذ أكثر من 5 سنوات ويتعرضن لأبشع حالات العنف والنفسي والجسدي. وإصدار قرار إعدام كوثر محمد وقرار السجن لعدة نساء هو قرار مجحف بحق المرأة التي لا ذنب لها سوى أن تعيش، تريد أن تعيش بحرية وسلاما في بلادها. باسم تجمع نساء زنوبيا في منبج وريفها وباسم كل إنسان حر وامرأة حرة، ندين ونستنكر هذا العمل والقرار، وهو الحكم الجائر بحق المرأة في عفرين من قبل دولة الاحتلال التركي. ونعاهد الشهيدات وكل النساء اللواتي تم استهدافهن من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بالسير على خطاهن وتصعيد النضال ومقاومة كافة أشكال العنف والظلم التي تحاك ضد المرأة. ونؤكد أن حرية المرأة هي حرية كافة النساء. ندعو كافة النساء والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بأن يحملوا على عاتقهم مسؤولية ما تقوم به الدولة التركية ومرتزقتها، وخاصة انتهاكاتهم ضد المرأة، والسعي بشكل جدي في هذا الإطار ومحاكمتهم فورا. لا للأحكام الجائرة التي تصدرها المحاكم التركية في المناطق المحتلة، لا لقتل النساء، لا لا لا، لا لقتل النساء، لا لا لا، لا لاعتقال النساء، لا لا لا، لا لاعتقال النساء، لا لا لا. المرأة الحياة الحرية، المرأة الحياة الحرية، المرأة الحياة الحرية.